يقول من مس ذكره غير متعمدا هل عليه شيء إذا كان متوضئ، وهل إذا كان من فوق حائل عليه شيء؟ مسه من وراء حائل ما ينقض الوضوء، أما مسه مباشرة من غير حائل فإنه ينقض الوضوء. مسه بالكف، كف اليد من مباشرة ينقض الوضوء، سواء كان قاصدا أو غير قاصد. قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. نعم.